اهل سوهاج ان شاء الله رايحين سوهاج بعد القطر بعد 3 ساعات. متحمس جدا جدا، بقالي كتير ما روحتش سوهاج. يلا بينا. المايك، كاميرا جو برو، لابتوب، هنسات النظارة، الهارد، شواحن، كل حاجة في الدنيا، بطاريات الكاميرا بتاع دي من أهم الحاجات في السفر، بالذات لو مسافر سفر طويل. مهم جدا لما تكون مسافر يبقى عندك تشيك ليست عشان ما تنساش حاجة، خصوصا لو عندك حاجة فيها بيزنس أو إيفنت أو كده. في حد بقى جاي معانا الإيفنت، مفاجأة، مسافر معايا وحجزتله في نفس العربية. يا مستر أكرم، الحمد لله، حضرتك لايف اون كاميرا. لايف ايه ده؟ انا ليه لايف اون كاميرا؟ فلوج بقى، فلوج السفر. انا خلاص هتحرك حالا من عندي. انت فين؟ ايه ده اتحرك من عندك ليه؟ مش حاطط الساعه 8؟ بص انا بحب اروح في الحوارات دي بدري، فممكن تلت ساعه ولا حاجه ابقى هناك. انت براحتك خالص يعني، انا بس بدري قوي بدري قوي. ده ما براحتك، بس انت انا ما بحبش اروح قبل بتاع بربع ساعه ونجري، وما بحبش كده خالص صراحه. مهم جدا لما يكون عندك قطر تنزل قبلها بحبة حلوين، بالذات في مصر الطريق كان زحمة جدا، بس ان شاء الله نلحق يعني بإذن الله. وصلنا وأكرم لسه ما جاش. قال لي انت نازل بدري جدا، نازل قبل القطر بساعتين ونص. في حد معاك ولا؟ خير لسه ما جاش؟ الطريق اصلا زحمة جدا. كبر بتاعه؟ ده سؤال مهم جدا. ربنا يحفظك. هدوس فين؟ جرس الاخضر ده؟ ماشي، تسلم حبيبي. تسلم، ربنا يحفظك. شفتش البطاقه؟ صح، شفت بقى. ما خلاص كفايه، شفت القناه بتاعت يوتيوب، لازم البطاقه. اكرم ولا عادل؟ لا، احمد عادل. بالمناسبه انا اسمي احمد عادل محمد احمد علي شاهين، فشاهين ده بقى، شاهين ده لقب العيله، انما انا اصلا اسمي احمد عادل. ان شاء الله الحاج هيبقى معايا في حلقه من الحلقات بتاعه البرنامج الجديد باذن الله. دعواتكم احسن. الموضوع مرهق جدا جدا، تحضيرات البرنامج جنب الشغل اللي الواحد بيعمله، وسفر زي ما انتم شايفين كده، وشغل وايفنتس وتريننج وبتاع. الموضوع مرهق مرهق جدا جدا يعني. اكرم للاسف فاته القطر، وان شاء الله يعني وي هوب ان هو يلحقنا في المحطه اللي بعدها بالمترو او حاجه. فعلا في مصر صعب جدا لو عندك قطر او طياره او اي حاجه. اتعودت من زمان اروح انام في المطار، بروح قبل الطياره بخمس ست ساعات، ما عنديش مشكله يعني. المفروض ان احنا ناكل، بس انا ماليش تقل على الاكل في الطياره ولا في القطر ولا في اي مكان. نقول دعاء السفر. جو اللحظات الاخيره ده ما بحبوش انا، سبحان الله. اتضايق جدا لو اكرم ما كانش لحق القطر. انا اصلا بتعب في السفر جدا، ايا كان الحاجه اللي احنا راكبينها يعني، طياره قطر ايا كان، سبحان الله ما بستحملش السفر خالص. الحمد لله على السلامه. يا عم القطر كان الساعه 8، القطر كان ليه تقولوا لنا الساعه 8؟ ليه؟ وانت لسه توصل 8 شرب؟ 8 ل 10 والله. في لوجن كده في القطر؟ طبعا. ده انا مظبط الفلوج عليك، عمال مجهز بقى هنعمل ايه؟ بهدلت، انا مش عارف شكل عامل ازاي دلوقتي في الكاميرا، بس انا مش بهدل. مش مصدقك اصلا، فاهم؟ مش عارف اصدقك. اكرم ايه ما شاء الله راكب، وقال لي الجي بي اس طلع لي ساعه الا ثلث، وانا ساعه الا ثلث هبقى وصلت قبل القطر على اساس ان هو 8 فال 10. قلت له اكرم الكلام ده ما بيحصلش، انت عايش في امريكا. قال لي ما انا بفوت قطارات وطيارات عادي جدا. وانا بس عايز اقول لك حاجه وحشه عني. عارف انت قصه كراسه جامبو؟ مش عارف سمعت عنها بتاعتي ولا لا؟ انا بقول للشباب محتاجين يجيبوا كراسه جامبو كويس، الاربعه سكشن مش الخمسه، ويبدا يكتب فيها كل اكرم فكرتني بالمدرسه. ويبدا يكتب فيها كل مميزاته وعيوبه وكل موقف يمر بيها. حلو قوي. فانا جبت الكراسه دي. حلو. ده القطر يا جماعه. عادي. لما جبت الكراسه دي حلو جدا. جيت اكتب فيها ما لقيتش اي حاجه اكتب فيها. المهم لونج ستوري شورت، ان لما جيت اكتب في عيوبي فما لقيتش عيوب طبعا. ان شاء الله. مفيش عيوب. فالمهم ايه، دخلت على جوجل ربنا يخليه لنا صفحه 14، لقيت الاجابه النموذجيه في السؤال بتاع قول لي 3 عيوب فيك، دي ان انت تقول له عيب هو بالنسبه له ميزه، لازم تعمل كده في الاخر. في انترفيو لازم. فقلت له طب يا جوجل اديني مثال. فالمثال اللي اتقال انه انا باجي على نفسي قوي علشان الشغل. فانا كتبت في الكراس دي 13 عيب حقيقيين بقى. ففي عيوب انا خلصت منها، في عيوب بتحسن فيها، وفي عيوب تاقلمت معاها.
ازاي حوار الوقت ده بالظبط بالظبط. انت بقيت حبه يعني؟ انا مش حبه، انا بتاقلم معاه يعني. لدرجه ان انا في مره بقيت كتاب اسمه 3 كابس اوف تي، بيتكلم على ان واحد بريج مورتنسون راح باكستان وبنى 50 مدرسه وقصه كده. المهم فمراته بتقول هو مش عايش على المواعيد العاديه، هو عايش على مورتنسون تايم. فانا قلت ايه ده؟ طب ما انا كده برضه انا على اكرمز تايم. تايم بتاع اكرم. انت قتلتني اصلا بتقول لي ان انا لا ما انا طبيعي ان انا بفوت طيارات وطارق. ما انا موتت قبل كده كتير. يعني غالبا هنقفل الكاميرا بقى عشان ايه يعني. اكرم طبعا كسي او لشركه اي كارير، وانا كراجل سي او لشركه كومبس، محتاجين نبقى مدام في عربيه واحده نقعد نخلص بزنس يعني. فانا مضطر نخلص البزنس ده ورا الكاميرا بقى. الله يكرمك يا اخي، والله ربنا يعزك. محمد السيد يا جماعه من اهل سوهاج الطيبين، والله تعبنا جدا معاك حبيبي يا شيخ. ربنا يعزك، ربنا يكرمك. احنا مبسوطين ان انت معانا في سوهاج، ودي يمكن اول مره لشاهين في سوهاج، وان شاء الله هنلف الصعيد كله. استنونا. ربنا يحفظك. المكان ما شاء الله حلو جدا، شكلي همد الاجازه نقعد هنا اسبوع يا اكرم. المكان جامد جدا، ده رايد تفضل ماسك بتاع 3 ساعات. مشكله ليه بقى بتعمل كده؟ عشان بحب الفلوج. ليه؟ وصلنا جامعة سوهاج. ظبطني يا حسين النهاردة. حاضر انا لك. بجد طب هو الاتش ار عايز يسمع بيه ليه؟ لقيت ان هو عايز يسمع بيه عشان يعرف ان انت عارف نفسك وان انت بتحاول تطور من نفسك. ليه تلت العيوب بجد؟ اي واحد بنشوفه، اي واحد بنشوفه كان دخل في فريق تطوعي فرق كبير جدا بينه وبين واحد ما دخلش في اي حاجه تطوعيه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالتغيير بيجي من جوه، بيجي من عندك انت. الظروف اللي حواليك عمرها ما تتغير وعمرها ما تبقى احسن. كل الظروف هتفضل زي ما هي، كلنا عايشين في الظروف على فكره. بس الفرق بين حد بينجح وحد ما بينجحش هو حد بيعمل اللي عليه بياخد بكل الاسباب فربنا سبحانه وتعالى بيديله. الايفنت كان رائع الصراحه، رائع. مبسوط جدا والله العظيم، فرحان جدا. انا فتحت عيني من النوم على الكاميرا عشان اقول لكم ان احنا وصلنا ومبسوطين جدا. بالمناسبه احنا واصلين الساعه 5، فالمفروض ان انا يا دوبك اطلع اغير واروح على الشغل عادي بقى. يومين الاجازه في سوهاج، بس الموضوع يستحق ان الواحد يضغط نفسه. متنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه. مش مفروض ان انا ابقى طول الوقت بطلب الاهتمام ده، صح يا اخو؟ مش مفروض ده. الاهتمام بالترش. كنت تلعب برا؟ بابي بابي بص احنا رايحين فين؟ سوهاج. ايه؟ سوهاج. سو انت عارفه سوهاج دي على بعد قد ايه من هنا؟ هنا سوهاج. هنا ازاي يعني؟ دي 7 ساعات. انت هتيجي معايا سوهاج؟ جاهزة يعني؟ جاهزة؟ اطلعي من الكادر يا بوكا، اطلعي من الكادر يا بوكا، خليكي شاطرة. ايه ده؟ رمضان. ده رمضان؟ اللمبة دي بقت رمضان؟